فاهم. كلهم في عربية واحدة. لا لا مش جوه، لا ما حدش يخش جوه المحطة بتاعتي بالعربيات يبوظوا. يا شيل طيب هي دي احنا نرجع ورا. جوه البيت يعني احنا دخلنا جوه المطبخ وجوه الحمام وعملنا لهم على حساب، فكده هم دلوقتي كلهم مخدومين ب 100%. احد المشاكل اللي بتظهر عندنا يا فندم دايما المشروع بيخلص ومش واصلين عليه، لا ده النهارده من دي 1 الميه بقت موجوده عندنا احنا لو شغالين بيها ونرفع بيها.